نقرأ من رسالة أفسس إلى الإصحاح الأول. شكرا للرب، لك المجد يا سيد، لك المجد يا رب، لك المجد يا رب، لك المجد. أفسس إصحاح واحد، وهنشوف وصلنا لغاية فين. هاليلويا. يس. احنا اخذنا لغاية عدد 18. هنقرأ تاني من عدد 15 وإلى آخر الأصحاح. نرى بالتبادل، هقرأ فيرس عربي كله فيرس 15، واللي يقرأ عربي معايا، وبعدين اللي يقرأ إنجليزي من فيرس 16. لذلك أنا أيضا إذ قد سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين. إنجليش. كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته. وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته. فوق كل رئاسة وسلطة طان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا. التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل. آمين. نصلي. أبانا السماوي، نشكر جلالك لأجل وجودك معنا، لأجل نعمتك علينا، لأجل الخطة الإلهية العجيبة التي بها تمجد اللاهوت الآب والابن والروح القدس، بخطة العجب العجاب التي حتى الآن لا يصدقها كثيرين، أن الابن أخلى نفسه آخذا صورة عبد، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. يا رب نشكرك، نطلب من جلالك يا رب خلاصا لكل إنسان يسمعنا، وراحة داخلية وشبع بشخصك ولكل من يسمعنا. تكلم إلينا يا رب، فنحن عبيدك سامعين، ولاسمك نهدي كل إكرام ومجد إلى الأبد. آمين.
هللويا، شكرا للرب، هللويا شكرا للرب. أخذنا المرة اللي فاتت عدد 18 وشفنا إزاي إنه روح الحكمة والإعلان في معرفة المسيح تجعل العيون تستنير، لأن الإنسان إن ما كانش العقل يستقبل الحكمة والإعلان من الرب النور مش هتبقى شايفة الحقيقة، هتبقى عايشة في الظلام، لأنه ما وصلهاش إرسال من الإدراك والعقل بالحقيقة. وممكن الحقيقة دي أعمقها رهيبة جدا، يعني ممكن الإنسان يبقى عارف جزء ضئيل من الحقيقة بعد إيمانه، يعرف واحد من الألف مثلا، واحد مليون، لكن قدامنا الطريق حينما نأخذ روح الحكمة والإعلان في معرفة الرب إن نزداد في معرفة الحقيقة. إيه الحقيقة؟ اللي هي الأمور الأبدية، إيه الزيف، إيه الكذب، الأمور العالمية. وأي إنسان مؤمن بيماشي وراء العالم هو بيبيع الحقيقة بالزيف بالذي لا قيمة له. عشان كده أوصانا الكتاب مفتدين الوقت، لأن جاي ربما جاي في رسالة أفسس فيليب قريب جاي هنجيلها، يعني مفتدين الوقت، يعني اشتري الوقت ما تضيعوش بلا ثمن، الوقت غالي فاصرفه في الغالي علشان تبقى افتديت الوقت، لأن أي لحظة بتروح ما بترجعش، وممكن المستقبل الأيام تكون شريرة ما تقدرش حتى تفكر تفتدي الوقت، لأن شر الأيام ممكن بالمرض، بالتعب، بالإغماء، بالكومة، خلاص انتهت، حتى الإنسان عايش مش عارف يعمل حاجة. فروح الحكمة والإعلان يخلي العين تستنير، إزاي أكسب أكبر مكسب من يومي، وإزاي أكون إنسان دايما بأجمع ثمر للحياة الأبدية، مش هجمعه وارميه، يعني ما كملش، يعني زي بيت ما تبناش ما خلصش، أو زي مشروع فشل. لكن روح الحكمة والإعلان يخلي الإنسان فينا يتمم خدمته للنهاية، ومن عظمة لعظمة، ومن مجد لمجد، ومن نمو لنمو. ده اللي بيطلبه بولس لأهل أفسس. وعرفنا ده كل ده المرة اللي فاتت، وبعدين ندخل على المرة دلوقتي، إن لما تستنير عيون الأذهان مش بس ناخد الحكمة والإعلان ونعرف وتنور عينينا، لكن كمان مش بس مستنير عيون أذهانكم، لكن نعلم ما هو رجاء دعوتي، إحنا رايحين فين. ولو واحد جه بقى شككنا نبص له كده كأنه إنسان مش فاهم حاجة خالص، شككني في إيه؟ أذكر مرة كان في، دي قصة حقيقية، كان في أوروبا حصلت، واحد مؤلف نظرية إلحادية مش عارف مين هو اسمه، فتحدى أن يكون حد يقدر يعني يغلبه، بيت هيم يعني، في المستندات اللي عنده، وكان مغرور قوي يعني. فجم ناس كتير يعني، إيه ماله ده بيقول إيه، بعضهم موافقين معاه، بعضهم ضده، بعضهم عايز يتأكد انه مش موجود ربنا، يعني مختلطين الناس. فقعد يكلم 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 يكلم، وبعدين بيسأل واحد وقف، انا عايز اجاوب، مين فيكم يقدر بيت مي، يعني مين يغلبني يقول لي ان الكلام الغلط؟ قال له انا. قال له ليه؟ قال له ان انا عايش معاه بقالي 30 سنة، والنهاردة الصبح مكلمه، دلوقتي بكلمه، وانا معاك بكلمه. هو فكر بيهزر، لا حقيقة، دي حقيقة، إن الإنسان اللي بيعيش مع ربنا، إيه اللي بتقولوه يا مخرفين دول؟ ده بيكلمني وأرشدني وبعتني مشاوير ونجحني وقال لي يعني طوبة لك يا فلان، إيه ده؟ إيه التخاريف دي؟
طبعا واحد بولس، لو واحد بولس كان حاضر اجتماع زي نفسك حاجة أولى، بتقول ايه يا استاذ انت؟ ده انا عايش معاه، ده غير حياتي، ده اداني عز كبير. ده اشكره، ما هو رجاء دعواتي؟ انا رايح له هقابله. انت مش هتقابله، انت هتموت تروح فين؟ طبعا ما حدش في الدنيا يعرف يموت يروح فين الا لو كان مسيحي. مفيش. ايه الحل التاني؟ اي لاي انسان بيتكلم اي كلام فارغ ولا حاجه، تروح فين؟ تروح التراب. وده كذا مرة الحقيقة بسأل ربنا، بيكرمني بيجيبني ناس أكلمهم، يعني أنت رايح فين؟ يقول لي بصراحة رايح التراب، رايح جهنم. طب إيه الذكاء اللي فيها دي؟ أنت يعني عرفت إيه في حياتك عشان تقول أنا رايح جهنم؟ أنت عارف جهنم في إيه؟ آه زي كل الدنيا، رايح جهنم وهنعمل إيه يعني؟ فهنا ما هو رجاء دعوتي؟ إن القبول لدعوة المسيح فيها رجاء رايح سأتقابل مع الرب، سنصير مثله. دي آية في الكتاب في الإنجيل، سنصير مثله لأننا سنراه كما هو. وما هو غنى مجد ميراثي في القديسين؟ يعني ده ميراث الرب فينا، مش للقديسين، مش هو بيورثنا، ده هو إحنا ميراثه، ميراثه فينا. يعني إيه ميراثه فينا؟ كلمة في القديسين معناها إيه؟ معناها ان في كل قديس للرب ميراث، مش في كل القديسين على بعض ميراث واحد، لا، في كل قديس للرب ميراث. فهو هيورث مثلا من وديع 3 طن امانه، هيورث مننا طن واحد او ولا طن حتى، لكن حته صغيره لازم يورث حاجه، بذلك انسان قديس لازم يورث ربنا منه حاجه. فما هو غنى مجد ميراثي في القديسين؟ يبقى انا لازم اتكرس ليه عشان يشبع بي وعشان يورث فيا. الميراث يعني ايه؟ الميراث هو تعبير ان واحد يموت يورث عياله، تلقائي كده. انا ورثت من ابويا وامي، كل واحد عنده فلوس او يعني ورثه من ابوه وامه. فلما مات ابويا انا خدت، انا واخواتي طبعا خدنا الورثه بتاعت ابويا وامي. لما مات أبوي قبل أمي، وبعدين لما ماتت أمي نفس الحكاية، خدنا الورثة دي. المؤمن لما يكون ميت عن الدنيا خالص يورث الرب، هو هو هو. لكن لما يكون نص ميت ونص حي، الميراث هيكون الربع الخمس، هيورث فيه الرب الحتة اللي هو كان ميت فيها، حسب ميت كان في اليوم وحي كان في اليوم. فعشان كده بولس الرسول إيه؟ مع المسيح صلبت فأحيا، لا أنا، أمال أنت يبقى أنا صلبت خلاص، بل المسيح يحيا فيا. دي القداسة. مين اللي حي في البني آدم ده؟ المسيح. يعني هو المسيح بيتحرك، ده اسمه غنى مجد ميراث المسيح فينا نحن أموات. قبل كده كنا أموات بذنوب الخطايا، هو حررنا فبقيت أنا ميت بحبه، بحبه. عشان كده يقول في الأول، لذلك أنا أيضا قد سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين. ما سمعت كده، بولس بقى فتح قلبه ليهم، لا أزال شاكرا لأجلكم، ذاكرا لأجلكم في صلواتي كي يعطيكم. لما عرفت عن محبتكم دي، يا رب اديهم، اديهم ايه؟ إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفتي، عشان ناخد مجد أعظم في المسيح. المؤمن هياخد مجد، اي مجد، بس في مجد عن مجد يفرق كتير قوي. فيعطيكم ابو المجد روح الحكمه والاعلام في معرفتي، عشان يبقى ميراثه فيكم كتير ويورث منكم كتير لما تموتوا خالص. هيورث المسيح يسوع حي فيا، مش هيبقى حي الا وانا ميت. هي نسبة وتناسب، أيوة أنا حي 70 وهو ميت، يبقى هو حي 30 الباقية. أنا ميت 100 بهم حي 100، حسب درجة الذات في الإنسان ومحبته للعالم وعيشته في الدنيا، دي بيتحدد بها ميراث المسيح في هذا الإنسان. نكمل النهاردة التأملات بتاعتنا. دي صلوات بولس الرسول ليهم في عدد 19، بيطلب كده وبيكلم مين؟ بيكلم أهل أفس. قال لهم في الآخر حاجة، لا عشان نربط الكلام، وما هو غنى مجد ميراثي في القديسين، وما هي
عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوتي. ده ايه الآية دي؟ نلاحظ في هنا قوة وشدة وحاجة كده، ايه يعني؟ كلام كبير قوي. وما هي عظمة، وعظمة كمان، وما هي عظمة قدرته الفائقة، ايه ده كله كلمة ورا كلمة كده؟ وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا، ده كلام اللي انا وانت، ايوه نحونا نحن المؤمنين، يعني بولس واحنا. ايه عظمة قدرة الله الفائقة نحونا؟ بيعمل ايه بقى فينا؟ يقول حسب عمل شدة قوته، يعني بلا شك بلا منازع عمل قوة الله حسب عمل شدة قوته، عمل قوة الله. وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته. الآية اللي ما تفهمش اللي بعديها دي هنا تذهل. طب اللي بعديها ايه؟ ازاي انت كلمتنا عن كبير حاجات كبيرة قوي يا بولس، طب ايه ازاي؟ فسر لنا ازاي يبقى في شدة قوة وعظمة في حياتي اللي انت بتقولتها دي، الكلام ده بتقوله انت ازاي؟ يقول كده العمل ده نفسه الذي عمله في المسيح، عمله في المسيح. طبعا العمل ربنا في المسيح رهيب، فابتدي نفهمه. إذ بيلخص حتة معينة، جزء معين من حياة المسيح. إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات. طب وأنا دخلي إيه بالكلام ده؟ ده أنت عملته في المسيح لأن المسيح قدوس، المسيح هو الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب، هو خبر، المسيح هو الذي له كل المجد. أنا مين؟ أنا وأنت مين يا بولس؟ وكلنا مين؟ إحنا بشر، إحنا بشر فعلا، بس البشر اللي آمن بالمسيح نال كل هذه التي هي عظمة قدرته الفائقة، كما في المسيح كذلك في البشر. إزاي؟ بتفسيرها واضح جدا في نفس رسالة أفسس المكتوب، يقول إذ أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. هنا بيقول إيه؟ الذي عمله في المسيح إذ إيه؟ إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات. ده المسيح العمل كده. هو المسيح لما قام ما قامش راس بس، صحيح لما لقوا المنديل اللي كان على راسه وحده، يعني المسيح ليه قيامة لأنه مستحق. طب الثاني الأكفان الثانية الموضوع دي، ما هو بقى قام رأسه وجسد، جسد اللي هو الكنيسة، الرأس هو المسيح، هو المنديل وحده لأنه نال استحقاق هذا بقداسته الشخصية، إحنا نلناها باعتبارنا عروسه بس مفيش حاجة تاني، مفيش حاجة تاني، ما فيش حاجة اسمها قداسة شخصية للعروس، لا، خدتها من المسيح. طبيعة القداسة خدتها من المسيح، النور خدته من المسيح، الحياة المقدسة خدتها من المسيح، وكل حقوق الكنيسة خدتها من المسيح، لأن ملاش أي حق خالص، ملاش أي حق خالص. مرة يعني موضوع أذهلني، يعني واحدة مؤمنة، أنا بتخيل أنها مؤمنة، جوزها قال أنها مؤمنة وهي مؤمنة وأعرفها من كام 30 سنة، أكثر من 30 سنة مؤمنة، بعدين راحت مكلماني، هو أنا مش من حقي إن أنا متأسف للكلام ده أدين جوزي. قلت لها حقك دي جبتيها من فين يا فلانة؟ حقك دي، حقك ده إيه؟ مش من حقي؟ قلت لها وانت حضرتك مش تراب ولا ايه؟ ما فيش حق للكنيسه الا في المسيح، حقك ايه؟
جوزك اللي حيدينه المسيح وانت اللي حيدينك المسيح، ما فيش حق الانسان يدين. لا تدينوا لكي لا تدانوا. اتخضت طبعا، فاكرني هقولها صح. انا ماليش حق ادين حد ولا حق اعمل حاجه من نفسي. انا كل حقي زي نفس المسيح، الحق عند الرب، عند ربنا. ايه حق عند ربنا بالنسبه لي انك انسان؟ ان راسي قام فانا قمت معاه، راسي جالس عن يمين الله في السماوات، انا جالس عن يمين الله في السماوات. ليه؟ مش لاني بار ولا لي حق في حياتي ولا لي سلطان في حياتي، مش حاجه خالص. انا تراب والى تراب اعود، وتراب خاطي، وجدي ادم خاطي، وكل البشر خطاه، كان كلهم للهويه للموت للهلاك لولا دم ربنا يسوع المسيح. انا مش من حقي، لا مش من حقك ولا حاجه من حقك، ولا من حقي ولا من حقي اي انسان. لأن الحاجات اللي تعباني في الكنائس التقليدية للأسف خدوا حق يحرموا إنسان من الجنة. ما فيش حد ليه حق يحرم بني آدم ولا حق يحط إنسان في الجنة، في السقف، سيبكم من الجنة، سوري، الجنة بتاعت المسلمين، حق حرمان من السماء. وإن كان بعض الناس مش فاهمين المسيح يقول الجنة، ما فيش حاجة اسمها جنة. ما فيش حد ليه حق يعمل حاجة خالص إلا لأنه اتصل بالمسيح فينفذ مشيئة الله في حياته، بس مش مشيئته الشخصية، لأن هو له حق شخصي. مفيش حاجة كده خالص في كده مقدس خالص. لولا الرب ما كان أشقانا، سيفنا زين، لولا الرب لابتلعونا أحياء. واللي بكاتب الكلام ده داود، أكتر واحد حبيب ربنا. لولا الرب، لولا الرب كنا هلكنا. حق إيه اللي عندنا؟ أنا سوري بتكلم لأني متضايق من الأخت دي وربنا يرحمها. وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي عامله في المسيح إذ أقاموا من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات. إحنا كده وصلنا للقيامة لأننا هو بنعمته أقامنا معه. وصلنا للسماء لأنه هو رئيس السماء والأرض. السماء كرسيه والأرض موطئ قدميه. إحنا وصلنا للدرجة دي. ليك المجد يا رب، ليك المجد يا رب، ليك المجد يا رب. يا سلام. للأسف الكنيسة لما تتصور أن لي حق تعمل حاجة تبهدل الدنيا، تبهدل الدنيا. ياما الكنيسة في أحد الظلمات أمرت بقتل آخرين لأنه من طوائف أخرى. هبل، ايه ده، ايه ده، جبتوه من فين الكلام ده؟ هم نفسهم مكسوفين اللي عملوا كده. الطائفة الكاثوليكية ياما قتلت المصلحين واحرقتهم باسم الله. تحرق ناس باسم الله ليه؟ عشان بيقولوا خلاص بالايمان. الكلام ده من زمان، من كذا قرن. لا، الخلاص من الكنيسة، ما فيش حاجة اسمها خلاص من الكنيسة. الكنيسة مخلصة، خلصها المسيح. وعشان انت لابس عمة كده وبتاع كده تبقى تخلص الناس؟ لا. الكلام ده الكنيسة الكاثوليكية ندمان عليه طبعا، واعترفت بيه انه غلط. لكن انه يظهر في الكنيسة ده، ايه ده؟ ده عدم فهم اطلاقا لكلمة الله. وكانت عصور مظلمة غبية جدا يعني. إذ أقاموا من المسيح وأجلسوا عن يميني في السماوات. مكان المسيح ايه بقى؟ وده مكاننا احنا. يعني ايه؟ مش عارف، الغصب عن الحسود ولا بيقولوا ايه؟ مكان المسيح هو مكان الكنيسة. ليه؟ لأن احنا مراته في السماء، هنا خطيبته واحنا هنبقى مراته في السماء. المكان اللي هو فيه احنا هنكون فيه، وهو طلب كده من الآن: أريد أن هؤلاء الذين معي يكونون معي حيث أنا ويروا مجدي، يكونوا زيي، يكونوا معي، كذا كلمة، معي وزيي، نكون مثله، لأن نصير مثله، فنكون زيه ونكون معاه. وهنا بقى يفسرها بقى تفسير جميل قوي في أفسس أصح واحد. مكان المسيح فين؟ فوق كل رياسة. يعني إيه رياسة؟ أي رياسة في الدنيا وفي السماء. هو جاي بين السماء؟ جاية. فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الظهر فقط، الظهر ده على الزمان اللي احنا عايشين فيه ده، ما
مش الظهر اللي هو اليومين المكتوب فيها الكتاب، لا الزمان ده لغايه لما يخلص الزمان ده، الظهر ده، بل في المستقبل ايضا لما الدهر ده يخلص ونبتدي في الابديه السعيده. المسيح فوق كل رياسه وقوه وسلطان خالص. ما هواش المسيح رئيس ملائكه، لا هو اله الملائكه. ما هواش المسيح فقط هو رئيس رؤساء الارض زي ما مذكور في سفر الرؤيا، اي هو كده صح، هو اللي بيعين وبيشيل، لكن هو ملك واله الرؤساء، هو اله كل شيء، هو الكائن على الكل الها مباركا الى الابد امين. طب واحنا معاه؟ معقوله؟ اه مع ارسطو، ارسطو فوق كل رياسه. على المسيح بيتكلم وبعدين هيدخلنا احنا دلوقتي بعد 21، فوق كل رياسه وسلطان وقوة وسيادة. أي حاجة فيها ريس، كلمة السيد، السيد فلان، وسيادة، أي حاجة فيها سلطان في الأرض أو في السماء، أي حاجة، وقوة وسيادة، وكل اسم يسمى، ده اسمه ده فلان الفلاني، يتسمى في أي حتة في الدنيا، مش بس هنا، حتى في السماء، مش بس في هذا الظهر بل في المستقبل أيضا. إذن قيامة المسيح لأنه هو الوحيد اللي غلب الشيطان، وهو الوحيد الذي له السلطان أن يأخذ السفر من الجالس من بجوار العرش اللي في يمين الجالس على العرش، ويفتح الختوم السبع ويفتح السفر، وهو يجري أحداث النهاية كما هو أجرى كل ما هو قبل أحداث النهاية وحده. ليه؟ لأنه هو الوحيد في العالم وفي السماء اللي غلب الشيطان. يعني ايه؟ ما ملائكة غلب الشيطان، مين قال لك؟ مين قال لك؟ لسه المعركة ما حصلتش، لما هتحصل هيغلبوه بعد ما المسيح انتصر وخلص. وعندنا حادثة من القديم لما رئيس ملك فارس طلع يمنع جبريل وصول لدانيال، منعه 3 أسابيع، لو لما جه رئيس تاني يعينه، ما فيش انتصار ساحق. الانتصار الوحيد الساحق هو انتصار المسيح. حتى الملائكة ما فيش انتصار ساحق على الشيطان، الانتصار الساحق جرى في الصليب، إذ أشهرهم جهارا ظافرا بهم، كل الشياطين دول في الصليب، إذ أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. إحنا خدنا هذا الانتصار إزاي؟ لأن إحنا في المسيح. يقول كده: إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، الذين صلبوا الجسد مع الهوى والشهوات وعاشوا الحياة المسيحية الحقيقية. يا سلام، لا سيادة عليهم ولا الشيطان يسود عليهم، لأن المسيح فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الظهر فقط بل في المستقبل أيضا. وإحنا معاه ليه؟ لأن إحنا مراته في السماء، هنا خطيبته فوق مراته. بفتكر دائما حكاية حكيتها كذا مرة، لكن أحكيها لكم جايز حد ما سمعهاش منكم. لما كان عمري سنة 52، كان عمري 12 سنة وكم شهر، فالثورة المصرية قامت بتاعت جمال عبد الناصر دي، وشال الملك وتغيرت حال مصر خالص خالص، سواء للأردع للأحسن الله يعلم، لكن مصر اتشقلبت خالص. وكانت الثورة جمال عبد الناصر عمل لها دعاية كويسة كده بعد ما مدة يعني، فكانت الناس بتحب قوي الثورة النهائية خلصتها من الملك. الملك أصبح كان بايز قوي يعني خالص مع النساء يعني، لكنه كان سايب الشعب في حاله يعني، كان حالة الشعب وقتها كان أحسن من الثورة، لكن هو ملك ملوش دعوة، بيحكمش ولا حاجة خالص، غير بس عايش مع النسوان عيشة قرف يعني، ما هو طبيعته كده والناس علموه كده يعني، أو الدين علموه كده. فلما شال عبد الناصر، كانت حتى واحده من عندنا في الكنيسه طلعت مظاهرات ضد الملك، يمكن ما تفتكرهاش، بنتها بتيجي مع نعمه اللي هي
الدكتورة ميري إحسان. إحسان كانت ثورجية وهي في شبابها وقتها كانت في الجامعة، فكانت تطلع في المظاهرات يسقط الداعر يسقط وكده كل صفاته، بس إن هو بتاع نسوان. فيا ما طلع الشعب يصوت ضده ويصرخ فيه عشان القرف بتاع سيرته. فالمهم جمال العنصر طلعه وركز بقى في الحكاية دي قوي، يا اللي عنده اللي عنده البلاوي اللي عايش فيها دي. فاشتهرت الثورة. فلما اشتهرت الثورة جاء رئيس الجمهورية، مش جمال عبد الناصر اللي قبليه، هو كان مختفي شوية عشان يطلع واحد ذو رتبة كبيرة يعني. فكان واحد كبير في الجيش اسمه محمد نجيب، بقى أول رئيس جمهورية لمصر اسمه محمد نجيب، وبعدين اختلف مع عبد الناصر فشاله وجيه هو مكانه. فكان محمد نجيب حيمر في القطر للصعيد ده، يمر على كل المحطات ويحيي الشعب في كل محطة، يطلعوا الشعب وهو ايه يعمل لهم كده. فانا كان نفسي بقى انا اطلع في ايه في ما كنتش وقتها بجد، انا جددت 53 عايز اطلع اعمل له كده. فقالوا انه هيجتمعوا الكبار بتوع البلد في النادي، في نادي واحد في قوس، في النادي بتاع قوس اللي انا مولود فيها، مش مولود فيها لا اللي انا كنت فيها وقت ده، اتولدت فين ورحت قوس على طول، عشان يعملوا البرنامج بتاع ايه بتاع الحفله ده، يعني مين فين المأمور يقف وفين مش عارف مين يقف وفين المحامين يقفوا، وانا ابويا كان محامي، فاختار ابويا انه كان نقيب المحامين في قوس. فانا قلت ايه، انا ابويا نقيب المحامين اكيد ما حدش هيقول لي حاجه لما ادخل الحفله دي، افتكرت بقى نفسي معروف يعني في البلد. فكان لسه بابا ما جاش، فانا رحت داخل النادي، طبعا شويه عساكر كتير في النادي، الرئيس طلع عساكر بصير اطلع بره، اقول له ده طلعت بره. فلما طلعت بره بعد قعدت مستني ابويا ما مشيش، انا عايز اشوف اللي هيحصل ايه. فراح ابويا جه بعديها بحوالي ربع ساعه تلت ساعه كده، استنيته وقلت له بابا الراجل اللي طرد ده تعالى تعالى معايا تعالى معايا. وانا داخل بقى وانا ماسك ايده وبابا ماسك ايدي قوي وانا ماسك ايده اكتر لان انا خايف العسكري برضو اللي يطلع بره. فنفس العسكري شاف نقطه عظيم سلام لبابا وانا بقى معاه. فانا دخلت، حق انا الدخول مش حق ادخل، لكن انا دخلت ليه؟ عشان ابويا مدعو، ابويا مدعو للحفل ده، فهو ما كسف العسكري يقول له ناخد ابنك، اتكسف، ما افتكرش في حد تاني كان يقبل معاه، لكن ابويا كان جريء يعني. فدخلت حضرت الحفله دي. احنا مش هندخل السماء عشان حق فينا، لكن لان المسيح صلب لاجلنا ومات ودفع ثمن خطايانا، فاحنا هندخل لان احنا عروس المسيح. ده بالظبط بيفسره هنا بولس الرسول. الحادثه الصغيره دي اللي حصلت معايا مش قادر انساها، 52 يعني من كام سنه دلوقتي، 52 دلوقتي 2000 وكام و14 يعني 62 سنه ولا 72 سنه، حاجه كبيره قوي. المهم مش فاكر، ما حسبتهاش. يبقى هنا فوق كل رئاسه وسلطان وقوه وسياده وكل اسم يسمى ليس في هذا الظهر فقط بل في المستقبل ايضا، واخضع كل شيء تحت قدمي، لأن الوحيد اللي غلب الشيطان. طب مش ايوه ايه سلطان الشيطان؟ سلطان الشيطان انه اغوى حواء وادم وراحوا له، فبقى هو رئيس الارض كلها الشيطان. هذا العالم وضع في الشرير ليه؟ اذا كان في اثنين بني ادمين في جنه عدن راح غواهم جابهم الارض خلاص، يبقى مين رئيس العالم؟ الشيطان. دول ونسلهم احنا كلنا اولادهم، فهو اسمه كده العالم وضع في الشرير. الشيطان هو المسيطر على كل العالم، هو رئيس هذا، لقبه رئيس هذا العالم. طب ازاي بقى نخلص منه؟ ما فيش حد يخلصنا الا اللي غلب الشيطان. وهيخلص مين؟ اللي هو يسوع. وهيخلص مين؟ هيخلص اللي يقبله يسوع. عشان كده قال واما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو. يا سلام لما تلاقي واحد في الجامعة بتاعتك ولا في الشغل بتاعك هو قاعد بيفتخر كده مفيش ربنا، هتقابل البلاوي لما تروح هناك وتعرف ان ربنا موجود.
وانا ليه استعبد نفسي لله؟ لانك ابن الهلاك عشان تنجو وتخلص من الهلاك. ده بيحبك الله، مش بيستعبدك، بيحبك، تقبل حبه. يبقى انت غبي جدا انك ما بتقبلش حب الله وماشي ورا الشيطان، لان الشيطان بيغريك بيغريك بيغريك، شهواتك ولذاتك ونجساتك بيغريك بيغريك للهلاك. في منظر برضو شفته زمان، بس مش 52 بعد كده بشويه، يمكن حوالي، لا شفته مش بعيد قوي، يمكن في الستينات، حاجه و60 يعني، بعد ما امنت وانا في الجامعه كمان. وكنت بعدي شارع في حاجه اسمها الملك الصالح في مصر، يمكن ما حدش فيكم يفتكرها ولا يعرفها. والملك الصالح ده جنبيه حته اسمها المذبح، المذبح ده اللي بيذبحوا فيه الذبايح كلها، يعني اي حد عايز يذبح جمل عشان سبب معين، في ناس تاكل الجمال او يذبح بقره او يدفع خروف، يروح كله يذبح في المذبح. فوانا ماشي لقيت منظر غريب جدا، لدرجه الاشاره مقفوله، لازم تقفل، سواء مقفوله مفتوحه ما حدش ماشي. ليه؟ لان في سرب كبير من الجمال، حوالي 60 70 جمل بيجروا وفرحانين قوي، يجروا فرحانين قوي. ايه المنظر الغريب ده؟ طب وايه اللي فرح الجمال دي؟ اتاري الجمل الاولاني واحد بيجري ماسك له الاكل بتاعه، افتكر بياكل برسيم، فماسك له حته برسيمه كبيره كده، مش حته، لحتت ملفوفه كده لفه، زي مثلا لفه الورد الكبيره، بس بدل ورد برسيم. والواد ده الراجل ده بيجري قدام الجمل، فالجمل ده فرحان انه عايز ياكل البرسيم، فبيجري ورا البرسيم، والجمال كلها اللي حواليه بتجري ورا البرسيم، وهي البرسيم ما تكفيش جمل واحد، لكن هو كله فرحان انا ماشي فيه، وبذلك سيطر على الجمال كلها. فسالت هو ايه اللي مخلي الجمال دي كلها بتمشي؟ قال لي، قالوا لي واحد، قال لي عارف الفكره يعني، قال لي حزمه البرسيم اللي ماسكها الراجل ده. طب دي ما تكفهمش، مش مشكله تكفيهم، لكن هو لو جمل جري كله يجري وراه، على اعتبار اللي وراه دول مش شايفين الحزمه، لكن بدل الجمل ده بيجري يبقى في حاجه حلوه. طب واخدهم على فين؟ واخدهم على المذبح. يا خبر، السبعين جمل دول هيذبحوا؟ بالبرسيم ده؟ بدون اي تعب انه يسوقهم، ما بيسوقهمش، ده بس حاطط لهم برسيم ويجري وراه. وده اللي حاصل يا حبايبي، ده اللي حاصل. الشيطان يحط حتة برسيم قدام واحد شاب يجري له 1000 شاب وراه، سواء البرسيم دي عبارة عن مخدرات، سواء عن جنس، سواء عن أي قرف من قرف الشباب، ويجري الإنسان إلى هلاكه، وفاكر السعادة في البرسيم، ما عرفش إن الهلاك في البرسيم. ده هنا إن الشيطان بيخضع العالم. المسيح غلب الشيطان، أخضع كل شيء تحت قدمي. يستطيع المسيح أن يخلص، بس بشرط أن الإنسان يقبل الخلاص. يستطيع المسيح أن يحرر، بس بشرط أن الإنسان يقبل التحرير. يستطيع الشيطان أن يهزم كل مكايد إبليس، بس بشرط الإنسان يقول له خلصني، يبقى عايز يخلص. لكن واحد مش عايز يخلص والشيطان ما يقول له، يقول المسيح مش عايزك يا أخي امشي بعيد عني، ما يقدرش يعمل حاجه. المسيح مش بالعافيه، عندوش حاجه بالعافيه، هتيجي تخلص يا موتك، ما عندوش كده. اللي عايز يخلص، من يقبل فلياتي. ماذا تريد ان افعل بيك؟ لما قالوا الاعمى، يا سيد ان ابصر، لكن لو قال له مش عايز ابصر مش هيبصر، مش هيخليه يفتح، مش عايز يبصر. فنشكر الرب، السلطان كله اعطي للرب، اخضع كل شيء تحت قدمي، وإياه جعل رأسا فوق كل شيء، زي ما قلنا، لأنه هو الوحيد اللي غلب العدو، هو الوحيد، ما فيش حد، لا إبراهيم غلب ولا موسى غلب ولا داود غلب ولا حد غلب العدو، المسيح هو اللي غلب، هو اللي انتصر. فلذلك انتصار، وهذا جعل المسيح رأسا فوق كل شيء. رأس المين؟ للكنيسة، راس الكنيسة، فوق كل شيء، أي لا شيء يستطيع أن يغلب الكنيسة
الأمينة للرب، التي آمنت بالرب، التي وثقت في الرب، اللي عاش مع الرب. الكيسه من لولوه ما فيها جزء للرب جزء مش للرب، اللي العالم ده يموت يشتغل يعمل فيه اللي عايزه، لكن اللي الرب ما يقدرش. عشان كده بيقول لنا الكتاب تقدسوا، يعني خليكم كلكم ربنا، اصنع غدا في وسطكم عجائب. ما اجمل الحقائق الكتابيه الروحيه التي بها مجد الله ابنه يسوع المسيح ومجد شعبه، يقول لهم عيشوا للرب، اتهنوا بيه، اتهنوا بيه. قبل ما نختم بالآية الأخيرة عايز لكم حتة قصة عملية حدثت مقرفة، مقرفة جدا. يعني لو عايز تستفرغ اسمع القصة روح الحمام استفرغ، أنا مش هستفرغ لأن أنا عارفها. لما روحنا السودان هناك فجالنا جواب من واحد ما عرفوش، الجواب ده بيقول انه هو بيعرف نفسه دكتور حاجة محترمة، هو من كنيسة أرثوذكسية، وبعت الجواب ده للكنيسة الأرثوذكسية، والكنيسة الأرثوذكسية يعني عملت كل اللي تقدر عليه ما امكنش، واحنا برضه عملنا ما قدرناش يعني. فانا بعت للكنيسة الانجليزية. ايه الحكاية؟ قال ان مراتي هربت مع الكوافير عشان يعيشوا في الزنا، وراحت السودان، وهي يعني انا عارف الكوافير، الكوافير مش خايف، يقول لي عايز ياخدها مني ياخدها مني، واداني عنوان الكوافير. قلت يا اخوي الهبل ده، دي سهله الحكايه دي، سهله خالص، هروح اقول له ارجع لجوزك هترجع. يعني كوافير حتى بالمنطق، كوافير ولا دكتور يعني ايه؟ يعني مفيش نسبه من الكلام ده خالص. وبعدين سمعت ان الكنيسه الروسيه فشلت، لا ده الحكايه عميقه قوي، لانه ايه ذكر في الجواب انه كلم الكنيسه الروسيه وما قدرش تعمل حاجه يا اخوي. وكتب لنا في الجواب ان هي ما عندهاش مانع تقابل اي حد، والراجل ما عندوش مانع يروح يقابلها. اخوي طب نروح نقابلها. فروحت فعلا، كانوا معايا بعض اللي كانوا معايا، ما افتكرش ايمان ما جاتش، ولا يمكن فاتن حتى ما جاتش، لكن عارف بكر من الناس بعض الناس راحوا، يعني طبعا اللي معانا خافوا شويه روحوا بيت ده بيت مقرف قوي. فراحوا بنتين مثلا مش فاكر مين، فاكر منهم منى ناشد اعرفها بس هي في لندن دلوقتي، مش فاكر مين معاه، كان رحمه هي واثنين تاني ولا حاجه. ورحنا هناك ولقينا الكوافير ده ومعاه شله الناس مشغلهم في الدعاره، منهم الست دي يا اخوي عرفت. وبعدين قال لي اه عايز تكلمها كلمها. قلت له اه من فضلك، طب ممكن ناخدها نكلمها برا؟ اه خدها ما فيش مشكله خالص، خدها خدها الكنيسه عندك يا اخوي. وبعدين قعدنا نتكلم انها تفهم حاجه، كأنها غالبا تحت سلطان مخدرات ولا أفيون ولا دراجز بتاعت الشباب الميت دلوقتي، ولا عندها أي إحساس بحاجة خالص. ده غلط، ده شر، تروح جهنم، رب ما يرضاش بكده. وهي بنت مسيحية، جوزها مسيحي الدكتور ده، هو مش مسيحي حاجة تانية يعني الدين التاني. تطلع من الكنيسة خلاص عايز نوصلك فين؟ وصلوني المكان اللي كنت فيه. ايه دي؟ كده؟ اه. قعدنا شويه شويه، قلت له يا ابني مفيش فايده. المطران هناك اسمه اما دانيال وقتها ما عرفش يعمل مع حاجه، وهي كانت مسيحيه روسيه، ما عرفش يعمل مع حاجه. انا ما عرفتش اعمل ليه؟ ليه؟ لان سلطان الشيطان لما يغمي انسان يعميه عن كل حقيقه. يعني انا كان نفسي اعرف هي مصيرها فين، الكلام ده قاله 32 سنه دلوقتي، مصيرها فين، حصل لها ايه في 32 سنه دي؟ طبعا ما اعرفش، ولا لما رحت نسيت اسال، وما نسيت اسمها حتى، ونسيت عارف المكان اللي روحته بس نسيت اسمها. يا للشيطان يا للشر، يا للشيطان يا للشر. لذلك المسيح الله اخضع، اقصد الله الاب والابن والروح القدس،
الآب أخضع كل شيء تحت قدمي تحت الإبن، وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة. المسيح بقى رأس كل شيء للكنيسة. يعني للكنيسة علشان يخلي الكنيسة جسده، عشان يكرم الكنيسة، عشان يعظم العمل مع الكنيسة، عشان يعطي كل شيء للكنيسة. ادها ايه بقى؟ التي هي جسده، جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل. مين اللي يملأ الكل في الكل؟ ده المسيح الله، هي ملء الله. يا ساتر، ايه المركز ده؟ ده للي آمن بالمسيح، للي حب المسيح من كل القلب، للي صار خطيبة المسيح في الدنيا هنا مكانه. يملأ الله، يملأ المسيح، يملأ اللاهوت، لأن اللاهوت في النهاية الله الآب والابن رأس وجسد، يعني رأس والجسد الكنيسة. الابن الوحيد الذي في حضن الآب الذي خبر، والكنيسة جسده والروح القدس. الآب الابن رأسا وجسدا، أي المسيح والكنيسة الروح القدس، ده الكيان الإلهي الذي هو سيكون في الأبدية. الكيان الثاني كيان الشيطاني، ده في جهنم. الشيطان والملائكة اللي سقطوا صاروا بيشتغلين تبعه، وكل البشر الفاسقين الفجار الكذابين الذين لم يقبلوا الرب. في النهاية الله الكيان الإلهي، الله الآب والابن والروح القدس والكنيسة، والكيان الآخر الكيان الشيطاني، الشيطان وملائكته وكل البشر الذين لم يقبلوا نعمة الله المخلصة، ولم يطلبوا خلاص الرب، ولم يقبلوا فداء يسوع المسيح. مجانا قدم الفداء، بكل لجاجة قدم الفداء، بكل لجاجة يلا اخلص اخلص، التفتوا الي، اخلصوا تعالوا الي. مفيش فايدة. ربنا يرحمنا، ونشكر الرب لاجل هذه الحقائق اللي مذكورة في الكتاب المقدس، اللي تشجع كل فرد فينا، تورينا عظمة نعمة المسيح تجاهنا نحن المخلصون. ولإلهنا كل المجد للأبد. آمين 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 آمين. مجد